قال المبعوث الأمريكي والخاص لليمن تيم ليندر كينغ في مقابلة مع صحيفة ذا ناشيونال إن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم وحدة أراضي اليمن وسيادته، وأن القرار بيد اليمنيين وليس الغرباء من يقررون مستقبل اليمن. وأضاف ليندر كينغ أنه متفائل بحذر بأن الهدنة لمدة شهرين ستمدد في البلاد، ويأمل أن تؤدي إلى تسوية دائمة، وأن هناك محادثات مكثفة داخلية وإقليمية جارية لتجديد الهدنة التي تنتهي في 2 يونيو، غير أن هناك الكثير من العمل الشاق الذي يتعين القيام به على مدار الأسبوعين المقبلين. وأشار إلى أن واشنطن تأمل في الاستفادة من ذلك من خلال تحقيق هدنة مؤقتة أخرى ستؤدي في النهاية إلى إيقاف دائم لإطلاق النار، حيث هناك حديث عن إنهاء الحرب، غير أنه قال إن الالتزامات من الأطراف المتحاربة بما في ذلك الحوثيون يجب أن تتحقق، لافتا إلى أن عمان تدعم جهود إيقاف إطلاق النار في اليمن.